أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب أن العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية إندونيسيا الصديقة تأسست ورسخت منذ عقود وارتكزت على دعائم ثابتة ورغبة مشتركة في تحقيق التقدم المضطرد للتعاون الوثيق بين البلدين. ونوهت معاليها بملامح النهضة التنموية الشاملة لمملكة البحرين والجهود التطويرية المتواصلة والمبادرات والخطط والبرامج الاقتصادية النوعية التي تعمل الحكومة الموقرة على تنفيذها. وأشارت معاليها إلى أن مملكة البحرين كانت بمثابة البوابة التي نشأت من خلالها علاقات متقدمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإندونيسيا، مؤكدة أن إندونيسيا كانت في المقابل محطة مهمة نحو سوق الأسيان الرحبة، منوها للفرص المؤاتية لتنمية العلاقات الثنائية وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مشتركة بين مجلس النواب برئاسة معالي رئيسة مجلس النواب وسعادة نائب رئيس مجلس النواب بجمهورية إندونيسيا الصديقة، حيث ناقش الجانبان الدعم النيابي لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين. من جانبه أعرب نائب رئيس مجلس النواب بجمهورية إندونيسيا الصديقة عن إعجابه بالتجربة البرلمانية والديمقراطية في مملكة البحرين، ومؤكدا الحرص الدائم والسعي المتنامي نحو تعزيز الشراكات الفاعلة والروابط الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية إندونيسيا في ظل المستوى المتقدم الذي تشهده المملكة في الكثير من مجالات التنمية. DPD RI yaitu PURT khusus akan أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمعالي رئيسة مجلس النواب على حسن الاستقبال، ولقد ناقشنا خلال الزيارة العديد من المواضيع التي تهم البلدين وعلى مختلف الأصعدة، حيث نأمل من هذا اللقاء تعزيز التنسيق من الجانبين في المجالات كافة، خاصة في المجال التشريعي والنيابي، ونتطلع إلى زيادة هذا التعاون وترجمته على أرض الواقع في العديد من المجالات الأخرى. saat ini lebih mengemuka dibandingkan yang dulu hanya